صوره بشكل اكبر. بالمناسبه يعني اللي بيقود فريق النادي الاهلي مواليد 2004 هو الكابتن الكبير كابتن ياسر الريان. نروح لفاروق صلاح مراسلنا واللي كان متواجد في هذه المباراه عشان يشرح لنا كده الدنيا كانت ماشيه ازاي والنتيجه الكبيره للنادي الاهلي 4-1 على نادي الزمالك. فاروق اهلا بيك. تحياتي ليك يا امير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا امير مباراه كبيره النهارده من لاعبي النادي الاهلي مواليد 2004 في قمه مباريات الاسبوع ال17 لدوري الجمهوريه للناشئين بين الاهلي والزمالك. انتهت يا امير على ملعب النادي الاهلي 4-1. نتيجه كبيره جدا. اشرح لنا المباراه كانت عباره عن ايه ابرز الملامح هذه المباراه وتفوق النادي الاهلي اكيد من خلال الاداره الفنيه الجيده وتالق بعض اللاعبين، يعني دخلنا في الاجواء شويه فاروق. خلينا بص يا امير بقى المباراه دي فيها بعض النقاط كده هنقف قدامها كتير صدر. لان فيها بعض النقاط هتدخل في تاريخ الكره المصريه. اتفضل. قبل الانطلاق اللقاء كان الاهلي بيحتل المركز الاول برصيد 34 نقطه بينما نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطه. مع انطلاق بدايه اللقاء يا امير اللاعب ميدو اسامه لاعب النادي الاهلي بيحرز اسرع هدف في تاريخ الكره المصريه بعد 7 ثواني من بدايه اللقاء. اعتقد يا امير ده رقم ما حصلتش قبل كده تقريبا. بالظبط يا امير اسرع هدف في تاريخ الكره المصريه واسرع هدف كمان في تاريخ مواجهات الاهلي مع الزمالك على مختلف كل الاعمار والفريق الاول والناشئين. ده جه زي الجون ده يا فاروق اشرح لنا كده. بص يا امير ضربه البدايه كان يعني الاهلي ابتدى اللقاء على الجانب الايمن ونادي الزمالك على الجانب الايسر. ضربه البدايه كانت مع نادي الزمالك. لاعب نادي الزمالك اول ما لعب يعني بدا ضربه البدايه ورجع لزميله مهاجم النادي الاهلي عبد الرحمن ممدوح ضغط على لاعب نادي الزمالك اللي معاه الكوره وعمل وراه بلوك كمان عبد اللاعب ميدو اسامه. فعبد الرحمن لما ضغط قطع الكوره اتحرك له ميدو اسامه حطها له ميدو اسامه من مره واحده حطها في المرمى. انا بقول لك يا امير بالظبط يعني بين 6 لـ7 ثواني الهدف اللي تم احرازه للنادي الاهلي كان الهدف الاول. رقم 7 كان هو الرقم المميز النهارده ان النادي الاهلي احرز الهدف الثاني في الدقيقه رقم 7. تمام. احرزه اللاعب عمر جوده. وبالمناسبه يا امير عمر جوده ده كان لاعب اللي جابه الكابتن ياسر ريان هذا الموسم من اكاديميه اتلتيكو، واحد من اللعيبه اللي انضمت وكان من اللعيبه المؤثره. احرز هدف بتصويبه من بره ال 18 بالقدم اليسرى في المقص الايمن لمرمى الحارس عبد الرحمن نفاد حارس مرمى الزمالك. الشوط الاولاني يا امير وان سايد جيم من النادي الاهلي هدفين، القائم شال هدفين من ايضا القائم الايمن من اللاعب عبد الرحمن ممدوح لاعب النادي الاهلي ولاعب ميدو اسامه ايضا الحارس نادي الزمالك تالق. يعني الطبيعي بالشوط الاولاني يا امير يخلص 4 أو 5 اهداف للنادي الاهلي. انتهى الشوط الاولاني النادي الاهلي هو اللي مسيطر على اجواء اللقاء، هو الافضل على في جميع نواحي اللقاء الخططيه والتكتيك. ثم الشوط الثاني النادي الاهلي برضه في الدقيقه 20 احرز هدف ثالث احرزه ايضا اللاعب عمر جوده في الدقيقه 20 من الشوط الثاني. برضه نفس صوره الشوط الهدف الاول يا امير ميدو ضغط على مدافع نادي الزمالك ان ده كمل وراه برضه ينقطع، يعني تحس ان هي جمله محفظها الكابتن ياسر ريان للاعبين كمل تحسين اللاعب ميدو اسامه وراح انفراد بالمرمى وبدل ما يحطها في المرمى يا امير لعبها بالعرض قابلها اللاعب عمر جوده وضع هدف ثالث للنادي الاهلي. بدا نادي الزمالك يحاول يرجع للقاء او يقرب من اللقاء وعمل 3 تبديلات الكابتن سيد حنفي المدير الفني للفريق، لكن النادي الاهلي فضل هو المسيطر هو المستحوذ. مع الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع شهدت الهدف الرابع للنادي الاهلي اللي احرزه البديل خالد السيد اللاعب اللي كان دفع بيه الكابتن ياسر ريان في هذا اللقاء عشان تنتهي النتيجه ب4 أهداف مقابل هدف. يعني كان في وسط الاحداث يا امير يعني كان في وقف على الكوره من اللاعب النادي الاهلي ميدو اسامه، يعني كان بعض الجماهير لاعبي نادي الزمالك او الجهاز الفني ما يعني ما احتك بلاعبي النادي الاهلي على استخدام اللاعب النادي الاهلي للنوع ده من انواع المهاره. قدر حكم اللقاء محمد سيد بكر ان هو يحتوي الامر، كان اشهر كارت احمر للاعب نادي الزمالك للاحتكاك مع لاعب النادي الاهلي. قدر لكن الكابتن محمد سيد بكر حكم اللقاء وايمن العقاد واسامه سيد النهارده اداروا اللقاء اكثر من رائع، يعني ما تلاقيش حد من نادي الزمالك احتج على شيء في قرارات التحكيم او النادي الاهلي. فمباراه كانت مميزه جدا يا امير. كده امير ان الاهلي ارتفع رصيده للنقطه رقم 37 في القمه، يليه يعني نادي انبي في المركز الثاني برصيد 33 نقطه، ثم نادي الزمالك توقف رصيده عند النقطه رقم 32 في المركز الثالث. بشكرك يا فاروق شكرا جزيلا والف مبروك لفريق النادي الاهلي مواليد 2004، انتصار كبير جدا على فريق نادي الزمالك بنتيجه 4-1 وفي الحقيقه هي بشره خير قبل مواجهات الفريق الاول لكره القدم مع فريق نادي الزمالك خلال الفتره القادمه.